السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عندنا أكتر من نوع من الأسمبلي كود، ودي حاجة بتساعدني في تنظيم الشغل بتاعي وإن أنا منساش أي عنصر من العناصر، مثال إن أنا ألاقي كل عنصر بالخصائص بتاعته وهكذا. عندنا اليو اس في أكتر من سيستم، في الأومني كلاس، في الماستر فورمات، في اليوني فورمات، اليو كي بيبقى يوني كلاس. طيب الفكرة بتاعتهم إيه؟ الفكرة بتاعتهم مثلا إن أنا أحط كل العناصر المتشابهة في كاتيجوري وتحتها كاتيجوري فرعيه وهكذا، بحيث ان انا اقدر انظم الشغل بتاعي. يعني عندي مثلا الحاجات المعماريه، الابواب، الشبابيك. المعماريه الشبابيك انا اقسمها مثلا الشبابيك ظرف واحد ظرف اثنين، وكل واحد فيها خصائص كذا. طيب لو انا عايز اضيف للعمود ده مثلا الخصائص ديت، فبعلم على العمود وقلت له هاجي هنا في ايديت تايب والاقي حاجه اسمها الاسمبلي كود، وهتلاقي ثلاث نقط دول. الثلاث نقط دول لما تدوس عليهم هيفتح لي القايمه دي، بيقول لي ابدا اختار اليوني كلاس اللي انت عايزها، فتبدا تختار الحاجه اللي مناسبه ليك وتقول له اوكي، فهو بيلاقي الرقم دوت، والرقم ده ليه معنى، فبيبقى عارف ان اول ما يلاقي الرقم دوت يعرف ان الحاجه دي استراكشر كولوم وان الخصائص بتاعتها السي اي بي، وهي متفرعه من الابر فلور فيمنج وروف كونستراكشن و سوبر ستراكشر وهكذا. اقول له كيف خد الرقم دوت، فبقى سهل عليا الشغل. اول ما اعمل سيلكت العنصر اقدر الاقي المعمل دي، لما اجي اصدرها لاي ملف او اي حاجه بياخد الرقم دوت، فالرقم ده بيسهل لي ان انا افهمه. هو اوتوماتيك كتب لي الاسمبل ديسكريبشن اهوت، تمام. في بعض العناصر بتبقى موجوده في الايديت طيب، وفي بعض العناصر بتبقى موجوده هنا، يعني حسب بقى هل هي الخاصيه خاصه بكل عنصر ولا الجروب كله. غالبا بتبقى الجروب كله، بس ساعات بقى بعض الفرنتشر بيبقى ليه حاجات مخصصه فبيبقى حاططها هو بره، اوتوماتيك الاسمبلي ديسكريبشن.